كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، وذلك بمناسبة الذكرى 75 لانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى. وأعرب سموه حفظه الله في البرقية عن صادق تهانيه للرئيس الروسي بهذه المناسبة، متمنيا لروسيا الصديقة دوام النمو والتقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة، مشيدا سموه بما يربط البلدين والشعبين الصديقين من علاقات وطيدة وما تشهده من نمو وتقدم. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا الاتحادية.